حنا اليوم تنعقدوا واحد اللقاء بحضور والي ديال الجهات جوج سوس ماسة مع المواطنين والمواطنات ديال الجهة. الهدف ديال هذا اللقاء هو نسمعوا المواطنات والمواطنين الاقتراحات ديالهم والاحتياجات ديالهم في مجال الرقمنة. هذا اللقاء جاي في واحد سلسلة ديال اللقاءات الجهوية يتعقدها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة باش المواطنات والمواطنين حتى هما يدخلوا في الصياغة ديال الاستراتيجية الرقمية الوطنية. الهدف ديال هذه الاستراتيجية هو أن المغرب يولي عنده خدمات رقمية عمومية لتسهل الحياة على المواطنات والمواطنين. الهدف أيضا هو أن المغرب يولي منتج التكنولوجيا الرقمية على صعيد عالمي، هادشي بفضل مستثمرين أجانب كبار يجيو المغرب إن شاء الله، وأيضا بفضل شركات مغربية اللي يديروا الرقمنة ويكبروا ويزدهروا إن شاء الله ويقدروا يصدروا للخارج. هادشي جا تماشيا مع توجيهات الملكية السامية مع النموذج التنموي الجديد اللي عطى واحد الأهمية كبيرة لمجال الرقمنة كأنه محرك النمو السوسيو اقتصادي ديال بلادنا.